الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل شرح الحكم العطائية ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدين آمين. يقول: بعدما بينا أن حال كمال الولي هو إظهار العبودية في الظاهر لتجليات الربوبية في الباطن، فإذا أظهر الذل في الظاهر تجلى الله عليه بالعز في الباطن فصار عزيزا، وإذا أظهر الفقر في الظاهر تجلى الله عليه بالغنى في الباطن، وهكذا، فتتجلى عليه الكمالات الإلهية باطنا ويتحقق هو باحتياجات البشرية لخالقها في الظاهر تذللا لله عز وجل، فيكون في ظاهره متحقق بالعبودية وفي باطنه يتجلى الله عليه بصفات الربوبية. ولذا لما حدثت مثل هذه الأشياء لبعض الصالحين أرادوا أن يعبروا عن مثل هذه الحالة، وهي حال التجليات صفات الربوبية على قلب العارف بالله من كمال الاستغناء به عن الخلق، ومن كمال القيام بنفسها بالله عن الخلق، ومن كمال العلم الذي ليس معه جهل، ومن كمال العزة التي ليس فيها شميمة ذل، ومن كمال الغنى الذي ليس فيه أثر للفقر، ومن كمال رؤية الله سبحانه وتعالى التي ليست فيها رؤية سوى الله. فهذه الأشياء الكمالات لما أرادوا أن يعبروا عنها بعضهم أساء التعبير ففهموه غلط، كما قال واحد منهم مثلا: سبحانك سبحاني، دي حال من السكر، كأنه ينزه قلبه أن يكون له شبيه من قلب المخلوقين بعد تجليات هذه الصفات فيه. فكأنه بالضبط لما الواحد بيسكر بيقول إيه؟ بيقول أنا جدع، يعني هو عايز يقول أنا جدع. إيه الحلاوة دي اللي فيها؟ لما جاءت الأنوار الربوبية بتجلياتها في القلب سكر من شدة ما حدث له، فاللي بيسكر بيقول إيه؟ بيقول أنا جدع، ما انا جدع دي يعني ما فيش احسن مني، يا ارض تهدي ما عليك قد، يعني سبحاني. ادي المعنى للي يفهم، مش يعني ان هو بيسبح نفسه اعتبر ان ربنا حل فيه، زي ما اساءوا الناس فهم هؤلاء الناس، لان هو غلبهم الحال. ولما تقرا هذه الكلمات على السنه الاولياء تعرف مقام نبيك ازاي، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاله اعلى بكثير 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 من الانبياء، فما بالك بالاولياء؟ بل ما حدث في قلوب الاولياء ما هو الا رشفه من بحار الانوار التي كانت تموج في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتحملها هؤلاء الاولياء وتلفظوا بالفاظ مهمه لا تليق مع فهم العامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بما تعي العقول به، فلم نرتب ولم نهم، وده مقامه عالي صلى الله عليه وسلم، يعني ما خدتوش مثلا يقول لك ده خدته الجلاله وقال كلام ايه ما يلقش، يعني نسي الحال بتاعه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحن بما تعي العقول به، فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه وسلم. فلما تشوف حال الولي الكامل ازاي بيقول كلام ساعات في حال تجليات الحق في قلبه لا يليق، تعرف مقام نبيك ازاي صلى الله عليه وسلم، وكيف انه يتحمل مثل هذه الانوار ولا يتلفظ بالفاظ موهمه تخلط العلوم في اذهان الناس وتجعل الناس تحار فيها. وهذا من كمالات النبي صلى الله عليه وسلم ومن نقائص الاولياء، لان الاولياء مش مفهومش كمالات النبوه، ولذا قالوا كلام موهم لدرجه ان الحلاج قتلوه. الحلاج لما في حال زي ده بيقول له ما في الجبة إلا الله، يعني أي تجليات الصفات، صفات الذات حدثت من الله في قلبي كأنها صارت مرآة انطبعت فيها تجليات الذات، ولم يحل الله فيها، هو لم يقصد هذا. كالمرآة، أنت لما بتشوف صورتك في المرآة أنت دخلت جوه المراية؟ ما دخلش، ما فيش حلول، ولكن هي ما هي إلا تجليات صفات الذات في مرآة قلب العبد المؤمن عندما يصفى حاله مع الله. فلما وصف هذه التجليات زي انت ما تقول ما فيش في المراية الا ايه؟ الا انا وانت واقف قدامها، تقول ما فيش في المراية الا فلان، وفلان ده انت وانت واقف قدامها،
فهو لما نظر في قلبه وقلبه داخل جبته لم يجد فيه إلا الله، فقال ما في الجبة إلا الله على سبيل التجليات لا على سبيل الحلول كما فهموه الناس، فحكموا عليه بردته وقتلوه لأنه لم يتحمل هذا الحال، فتلفظ بألفاظ لا تليق فهمها عند العامة، فحكم عليه علماء الشريعة وهم علماء الظاهر بأنه يقتل. فقتل لأنه كان في هذه الحال لا يصلح أن يخالط العامة، وإلا يفتنهم هيقول كلام يوديهم في ده، فكان أحسن حاجة بقى تاوي الجدع ده مع سره واخلص منه يروح من ربه بقى، لأنه لا يتعه إلا الله. إنما شوف كمال الأنبياء مهما حدث لهم من تجليات كانوا لا يتلفظون بألفاظ مهمة على الإطلاق. ثم بعد ذلك لما علمت أحوال هؤلاء الأولياء وكيف أن الله تجلى في باطنهم بصفاته فكملهم بعدما تحلوا في الظاهر بصفات العبودية بالتذلل والافتقار، فاشتقت أنت أن تصل لما وصلوا إليه، فطلبت ذلك من الله فوجدت التأخر. طلبت ذلك، اللهم كن لي بما كنت به لأوليائك، مش أنت عايز تبقى كده؟ نفسك بقى لما تسمع هذه الأوصاف وهذه الأشياء تقول يا سلام، ده احنا في حجاب شديد، احنا نفسنا يحصل لنا الحاجة دي طبيعة أي إنسان يتشوف لهذا، فيبتدي يدعي كتير في صلواته وفي خلواته وفي تسبيحاته أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بأن يخرجه من ظلمات نفسه إلى أنوار الحق سبحانه وتعالى كما أخرج غيره من ظلمات إلى نور. فيجد تأخر الطلب وتأخر الإجابة، والله يقول ادعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى، فيحدث في همته فتور أو يحدث عنده نوع من الارتياب لتأخر إجابة الله مع كمال اجتهاده في الوصول لهذه المراتب، فيأتي بهذه الحكمة ليبين، يقول لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. يعني إذا تأخر المطلب فاعلم أنك تسيء الأدب، فأنت لما تلاقي المطلب لسه ما جاش اعرف أنك أنت قليل الأدب مع الله، قليل الأدب مع الله، يعني لا تعبده حق عبادته، لا تجله حق الجلال، لا تفتقر إليه كمال الافتقار، لا تنصح للمسلمين كمال النصيحة، تحب لنفسك ما لا تحب لغيرك، كل هذه الأشياء التي تكون فيها سوء أدب تكون عائقا عن الوصول إلى مطلبك. فإذا تأخر الله في إجابة مطلبك فلا تطالبه بتأخر مطلبك، تقول له أنت ليه تأخرت علي يا رب وأنا بدعوك بقالي 20 سنة و30 سنة ليه ما عملت ليش زي ما عملت لفلان، ده فلان ده دعاك 5 سنين بس عدى وإحنا بقالنا 20 سنة قاعدين نعيد ونزيد ومفيش فايدة. فإذا حدث ذلك وجال هذا الخاطر في خاطرك فتذكر هذه الحكمة، لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. وقال في حكمة أول الكتاب لا يكن تأخر أمد الله بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد سبحانه. فربما يكون مطلبك الذي تطلبه من الله أنت غير أهل له الآن، فإذا أجابك الآن تفتن به، فأراد أن يحجم عنك باب فتنة، وضرب لك أمثلة لكثير من العلماء والصالحين والأولياء عندما فتح لهم هذا الباب تلفظوا بألفاظ جعلت الناس تضربهم بالحجارة، وجعلت الناس تظن فيهم الزندقة، وجعلت الناس تظن فيهم أنهم يقولون بالحلول وأنهم أشركوا من دون الله. فربما لو حدث لك ذلك تتلفظ بألفاظ تجعل الناس تفر من حولك، لأنك لا تستطيع أن تعبر بكمال الأدب عما يقول في خاطرك من تجليات صفات الوحدانية، لدرجة أن بعضهم يقول أن الإنسان
إذا وحد ربه هو عين الشرك، لأنه لما وحد ربه بنفسه كأنه أشرك بنفسه مع الله، لأن الله هو الذي يوحد نفسه. شوف قد إيه وصل لمرحلة، إن هو وصل إلى مرحلة لا يرى نفسه أصلا، بل يرى أن الله هو الذي وحد نفسه على لسانه، هو لم يوحده سبحانه وتعالى، لأنه لو وحده كأنما أثبت لنفسه وجود مع الواحد، فلا يكون هناك واحد، يبقى في اثنين، أنا والله. هو عايز يوصل لمرحلة أنه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا يرى لنفسه وجود مع الله، حيث أنه لو وجد نفسه مع الله واستشعر حاله مع الله كأن هناك اثنين، أنت وهو سبحانه. فيبقى أين التوحيد؟ هذه المعاني التي كانت تقول في خاطر كثير من الأولياء جعلتهم يسيء التعبير، فيقول بعضهم مثلا أمام بعض الناس بدون ما اشرحها لك، افرض سمعتها، إذا وحدت الله عين الشرك، كلمة مهمة أنا فهمتها لك الوقت، لكن لو ما فهمتها لكش وانت قريتها في الكتاب هتقول إيه العالم اللي خبيط دي يا عم، اقفل الكتاب ده، ده عالم قاعدة بتعك. وعشان كده اعترض عليهم كثير من الناس، لأنهم أرادوا أن يبينوا معاني تذاق بألفاظ والألفاظ لا تذاق. هم تذوقوا معاني، لما تذوق هذا المعنى أراد أن يأتي بلفظ يصف الذوق الذي يذوقه، فلم تسعفه اللغة، كأن تقول مثلا هذا الشراب فيه حلاوة، ثم يأتي لك بشراب آخر مختلف عنه فيه حلاوة أيضا، فتريد أن تصف حلاوة هذا الشراب لتميزها من حلاوة الشراب الثاني، لا توجد ألفاظ تميز بها بين حلاوة العسل وحلاوة مثلا الشهد وحلاوة مثلا الفاكهة المختلفة، كل فاكهة ليها طعم حلو، لكن تعرف توصف حلاوة المانجا بلفظ يميزها عن حلاوة مثلا التفاح، عن حلاوة البسبوسة، عن حلاوة الكنافة، عن حلاوة السكر، كل دي حاجة حلوة تعرف تقول باللفظ، بحيث انك انت لما تقول لي اللفظ ده ابقى كأني رؤتها، ما تعرفش. وعشان كده هم لما ارادوا ان يصفوا اشياء تذوقية ذاقوها في نفوسهم، لم تسعفهم اللغة في الكلام، فارادوا ان يتكلموا ليصفوا فاساءوا التعبير، لانهم اساءوا الفهم، لا يوجد اصلا الفاظ تستعمل للتعبير عن مثل هذه الترقيات وتذوقات اللي هي حلاوة التجليات. ولذا لما أراد أن يعبر أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لما يريد، وأنه الآن على ما عليه كان، وأن الوجود ما هو إلا أوهام لأنها لا يقوم بنفسه، الوجود بحق هو الذي يقوم بنفسه، والله هو الذي يقوم بنفسه، أما سوى الله فلا يقوم بنفسه، فإذا كان لا يقوم بنفسه فلا يصح أن يوصف بالوجود. فقال إذا وحدت الله بنفسك فقد أشركت، هو عين الشرك. أراد أنه لا يجب أن تثبت مع الله ذات أخرى، وإلا فقد أثبتت وجود شيء معه وهو الله ولا شيء معه، فهم المعنى؟ فلما أراد أن يعبر عن هذا المعنى اختار ألفاظ توهم، يقول لك إذا وحدت الله عين الشرك، اللهم ألحى وحده إزاي بقى؟ أما ألحى أطلع أنا من الشرك إزاي؟ لأنه نظر إلى هذا المعنى في كمال الخصوص أنه فيه معنى الإثنينية، والتوحيد ما فيهاش إثنينية، ما فيش إثنين يبقى واحد، ده هو واحد سبحانه، والله خلقكم وما تعملون، فكأن الله وحد نفسه على ألسنة الخلق، أما الخلق فلا وجود لهم أصلا حتى يوحدوه، هي محض منا من الله، فإذا فعلوا هي محض منا من الله، وإذا أكرمهم هي محض منا من الله، وهم لم يفعلوا، وليس لهم وجود أصلا، وجود أصلي ذاتي، ولكن وجودهم مستمد من الموجود بحق، القائم بذاته بنفسه سبحانه وتعالى المستغني عما سواه. فهمت المعاني؟ وعشان كده يقولوا كلام يخلي الناس تعترض تخاف، وعشان كده ما تقراش في الكتب بتاعتهم دي إلا على شيخ، وإلا اقفلها أحسن وروح، لأنك هتقرا معاني قد تختلط ذهنك تلخبطك، بالعربي كده هتلخبطك. يجي مثلا واحد منهم يقول إيه؟ نحن خضنا بحر الأنبياء وقفت على ساحله. الله، يعني ظاهر الكلمة دي ويكتبوها الجماعة اللي إيه اللي زعلانين من الجماعة الصوفية، يقول لك شوف بيقولوا على نفسهم إن الولي أفضل من النبي، بدليل إن بيقول أهو نحن خضنا بحر
الأنبياء وقفت على ساحله، يعني سبقوا الأنبياء، مش معنى كلامهم كده صح ولا لا؟ وتصدقوا، لكن الولي ما أصدقش بالمعنى ده. هذا المعنى بيقول نحن خضنا في بحر التجليات فلم نستطع أن نعود مرة أخرى لنأخذ غيرنا، أما الأنبياء فخاضوه ثم عادوا لكمالهم ليأخذوا غيره، فوقفوا على الساحل بعدما خاضوه، أما نحن فقد غرقنا في بحار التجليات ولنقصنا حيث أننا ليس من الأنبياء المعصومين فلم نستطع أن نعود لنوصل غيرنا. يبقى هو ما قصدش أن الأنبياء أفضل منه، هو أفضل من الأنبياء خالص. فلما تيجي تفهم معنى كلامه تلاقي أنه ما فيش اعتراض، لكن أول ما تقرأ كلامه تقول آه إيه الاعتراض ده، لأنهم أرادوا أن يصفوا أشياء تذاق بألفاظ لا تصلح للتعبير عما يذاق. فهمت المعنى بقى؟ ده السبب. وعشان كده لما تيجي تقرأ كلمات ليهم تجدها مهمة وانت مش قادر التمس لهم العذر او التمس في عقلك انت الجهل. فهمت ازاي؟ لان إساءة الظن بالاولياء سم شديد وغيبة شديدة، وربنا سبحانه وتعالى يغار على الاولياء فيحرمك المعاني. اول ما تنكر المعاني تحرمها، انما لما تسلم لها وتتهم نفسك انت بالجهل يوم ربنا يرقيك، لانك انت لما تتصف مع الله بالجهل يوم ربنا يتجلى عليك بصفة نور العلم. انما لما تيجي انت تحكم على ناس بقيت قاضي علامة، لا كده صح وكده غلط وكده شرك وكده مش عارف ايه وحش وكده بتاع، بقيت قاضي كبير، استغنيت بنفسك عن الله، فيقف مدد التجليات. لان الله سبحانه وتعالى لا يتجلى على العبد بالعلم الا اذا اتصف بالجهل في جانب الله عز وجل، ولا يتجلى عليه بالغنى الا اذا اتصف بالفقر، ولا يتجلى عليه بالعز الا اذا اتصف بالذلة. فهمت؟ لما تيجي بيقول لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك، يبقى أنت اللي تعيب على نفسك. أنا ليه ربنا ما استجبليش؟ تراجع حياتك، تراجع مطعمك، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، تراجع تتحرى الحلال. طب ليه ربنا ما استجبليش؟ علشان بقصر في العبادة، بعمل العبادة وبأحسنها وبنظر إليها لحسنها وجمالها فبتلذذ بها، فأنا بتلذذ بالعبادة أي تقربا لنفسي لا تقربا لله عز وجل، حيث أن هذا فيه هوى لنفسي، كأنها صارت هواية بتجد نفسك فيه بتتلذذ بها، والمفروض أنك تعملها لله لا لخاصة نفسك، فكأنما تتقرب لنفسك حتى تستقر نفسك، لا أستقر إلا إذا فعلت كذا، فكثرت تفعل من العبادات التي فيها كمال شهوة نفسك، فصرت تعبد الله في الظاهر وتعصاه في الباطن. فتراجع نفسك حالك في العبادة إيه، وإذا كان حالك في العبادة بترى فضل الله عليك لكن بترى لنفسك وجود، أو بترى للناس حظ، أو عندك هم خوف من الخلق، أو هم من الرزق، أو عندك نوع من التدبير، التدبير القلبي، يعني قلبك قاعد بيفكر وحامل الهموم وهعيش ازاي وهصرف منين وهربي العيال ازاي، قلبك شغال بيقلب. المفروض قلب المؤمن مطمئن ما يدبرش، يدبر بظاهره ويترك القلب مع الله غير مدبر، لأن القلب يتعامل مع الله الذي يدبر الأمر ويفصل الآيات، والجوارح تتعامل مع الأكوان، فأنت في الأكوان تستعمل الجوارح وتدبر بها، والقلب الذي هو مع الله لا تدبر به بل هو في كمال التوكل. وعلشان كده الإنسان المؤمن العارف بالله تجده مع الخلق منهمك ومع الحق في كمال التوكل والرضا. فاللي يشوفه في الظاهر يشوفه زي بقية خلق الله، كله بيروح شغل الصبح ويرجع تاني بالليل منك وتعبان، وبيجتهد ويفتح محل، ولا إذا كان عنده مصنع، ولا إذا كان عنده أرض بيفلحها، ولا إذا كان عنده دراسة بيدرس فيها، تلاقيه منهمك في هذا كله ووقته كله مستغرقه في هذا. فاللي يشوفه يفتكره ان هو بكليته في عمل، وهو في الحقيقة قلبه مع الله وفي عمله بس، تحققا بأوصاف العبودية وأخذا بالأسباب للقيام بحق الحكمة، ولكن قلبه مطمئن ما بيدبرش بقلبه خالص. فلما اجي اقول لك اترك التدبير مش معناه اترك المدرسة اذا كنت طالب، او اترك الجامعة، او اترك المكتب اللي كنت فاتحه، او اترك المصنع اللي انت، لا انا بقول لك بكلم قلبك
يعني ما تبقاش في عملك حامل الهم، عندك حرص، عندك مشاكل في قلبك وغل وحقد على قرنائك، بحيث ان يبقى عندك نحرة في القلب يوم يخلي يجيلك ضغط عالي والكوليسترول يعلى، وتروح مش عارف العنايه المركزه يقول لك انت عايز قسطره ونسلك لك علشان انت عايش حياتي تنشن. التنشن ده اللي الدكاتره يقول لك عليه انت عندك تنشن، يعني شد عصبي، يعني عندك تدبير باطني، يعني عندك في الباطن تدبير بيغلي، فهو ده اللي عمل لك الامراض. لكن لو باطنك ما بيدبرش تلاقيك نفسك مستريح. عمر ما الانسان يمرض لو بدنه انهك، بل بالعكس، ده انت في الرياضه البدنيه كل ما بتنهك بدنك كل ما يجيلك صحه. فهمت ازاي؟ انما لما تترك الرياضه الباطنيه وهي التدبير القلبي تلاقي كل ما تنهك قلبك كل ما تعي، لكن كل ما تنهك جسمك كل ما تصح. وعشان كده ربك قال ايه؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني بالبدن، انهك بدنك في مناكبها عشان تصح بدنا، وكلوا من رزقه وتوكل على الله بقلبك. شفت الايه؟ يعني تنهك البدن اخذا بالاسباب، قياما بحقوق الربوبيه، وتحققا بايه؟ بافتقار العبوديه لله عز وجل، وقياما بالحكمه، وان كان في الحقيقه الرزق ثابت لا بالسعي ولا بايه؟ بالمجهود. ويكن قلبك معلق بالله، يكن قلبك معلق بالله لانه هو الذي يرزقك. فامشوا في مناكبها واعملوا ايه؟ وكلوا من مشيكم من سعيكم، لا، وكلوا من رزقه. يبقى اولها فامشوا في مناكبها امر موجه للجوارح، وكلوا من رزقه موجه للقلب. فهمت؟ فتسعى بجوارحك وتتوكل بقلبك فتستريح. هي دي المعاني للي يفهم. مش معناه انك انت تقعد مع الجماعه اللي يقولوا لك الكلمتين دول، بعض الدراويش اللي مش فاهمين المساله يقول لك اترك التدبير، افهم منه تترك التدبير، يعني تترك الاعمال وتترك الاداب. يقوم اذا كان طالب يخيب في الدراسه، واذا كان دكتور يخيب في الطب بتاعه، واذا كان مهندس يسيب الهندسه بتاعه، وبعدين في الاخر تعمل ايه؟ يلاقي بعد 5 6 سنين ما وصلش لحاجه، ولا تجليات حصلت له في قلبه ولا حاجه، ولقى نفسه اتاخر واتدهول والناس كلها سؤال، يقوم يندم على ما فات لانه اساء الادب مع الله. اخرج نفسه مما اقامه الله فيه، فاذا اخرجت نفسك مما اقامك الله فيه وكلك لنفسك، واذا اخرجك هو اعانك على ذلك. فهمت؟ فلازم تلزم الادب وتفهم الايات الموجهه للجوارح والايات الموجهه للقلب. لان الناس فاهمه ان كل حاجه جوارح، كل حاجه جوارح، لا، القلب في اوامر قلبيه نزلت للقلب وفي اوامر نزلت للجوارح. فهمت؟ يعني انت بجوارحك بتصلي، بتصلي الصلاه اللي احنا بنصليها دي، لكن بقلبك بتتواضع بها لله عظمته عشان يقبلها منك. فممكن تبقى انت بجوارحك منهك في الصلاه، لكن علشان قلبك ناظر للصلاه، معجب بالصلاه، مش متواضع على الخلق. الناس دي كلها جاهله وانا بس اللي عارف، الناس دي كلها صلاتها غلط وانا بس اللي صلاتي صح، الناس دي كلها بتتوضى غلط وكعبهم ما بيجيش في ميه ومش عارف ايه، ويمكن ما بينويش، ويمكن ما بيغسلش وما بيعملش ايه، ويمكن لما يدخل دوره الميه بيرش البول على جسمه ويبقى صلاته مش عارف ايه، قاعد بس ايه شاغل نفسه في الشغل. انما انا ما فيش احلى مني، شوف الثوب بتاعي طاهر ازاي، بستنزه من البول، بستنجي استنجاز سليم، عارف النجاسات ايه هي، يا واد ايه يا ارض هدي ما عليك ادي، سبحانك سبحاني، كانه بيقول كده بالظبط. هو مش واخد باله، بس بيقول كده على ظاهره اللي هو بقى مفتون بيه. وبعدين يقف في الصلاه حاسس ان كل الناس دي صلاتها فيها خلل الا هو، صلاته ماشيه تحطها بميزان الفقه 100% صحيحه. يقوم ربك يطلع على قلبه يجد قلبه فيه الغرور ده، ويجد فيه الكبر ده، يروح الملك لافف له الصلاه ومديها له على قفاه، مش عايزينها منك. ويبقى واقف جنبه راجل ثاني غلبان، ثوبه مقطع، ما راحش مدارس، ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، تيجي تقول له ايه نواقض الوضوء؟ يقول لك 2 ويسكت، وراجل غلبان خالص ومش حافظ من القران غير الفاتحه، ويمكن لا يحسن التشهد، لكن واقف كده يقول يا رب يا رب اغفر لي وارحمني، وحاسس انه مقصر، وحاسس انه غلبان، حاسس انه جاهل وغلبان ورايح في ده. فيقوم ربنا يجبر نقص علمه بتذلل القلب، فيقبل صلاته. والتاني العلامه ابو عم قد كده اللي حافظ القران كله، وارض تهدي بقى علامه، مفيش احلى من كده. ربنا يقول له خلي علمك ينفعك، اداله على قفاه.
وعشان كده سيدنا رسول الله يقول ايه انما في الحديث القدسي انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل على خلقه ورحم الارملة والمسكين وقطع النهار في ذكر. فهمت ازاي؟ ادي المعاني اللي هم اهل التصوف ارادوا ان هم يبرزوها للناس، حيث ان علماء الشريعة اهتموا بالظواهر والظواهر مطلوبة هامة، ولكن ليس كل الدين ظواهر. لو كانت ظواهر بغير بواطن فهتجد يبقى فيها معاصي كثير، لان المنافقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم تحلوا بالظواهر على اكمل وجه، حتى ان اللي كان يشوفهم يفتكرهم صحابة، بيصلوا خلف النبي، بيخرجوا مع سيدنا رسول الله في الغزوات، بيصوموا مع المسلمين، في اي موقف فيه رسول الله بيخطب قاعدين، يعني تشوفهم كده دول صحابة. ايه الحلاوة دي في الظاهر؟ لكن ربك لان باطنهم كان خربان قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فهمت؟ يبقى الظاهر دون باطن ما يفيدش مع الله، يفيد بس مع الخلق. انك انت هتحكم بالاسلام، الناس هتجري عليك احكام الاسلام، هيعتبروك مسلم. لو جيت تطلب ايد بناتهم يجوزوك، لو هتشتغل معاهم يقول لك ده راجل بيصلي يلا يشتغل، واخد بالك، نشغل معانا ونستأمنه، ولو مت يصلوا عليك ويغسلوك ويكفنوك ويحطوك في مقابر المسلمين ويورثوا مالك، مسلم ليك احكام المسلمين. لكن لو الباطن خربان ليك احكام المسلمين في الظاهر مع الخلق، لكن مع الله لا، ولا ينظر اليك، لان محل نظر الله القلب. ولا يصلح القلب الا بصلاح الظاهر، خد بالك برضه، لان لو ما اهتمتش بظاهرك وجعلته على الشريعه لا تنير الانوار في الباطن. فالحكايه محتاجه الاثنين، محتاجه الاثنين، لا تجعل ظاهر فقط تهتم به ولا باطن فقط تهتم به. زي بعض الناس يقول لك انا قلبي ده نظيف ما يهمكش صلي، يقول لك اصلي ليه؟ انا قلبي نظيف، بحب الناس كلها، ما احبش اي، عمري ما بصيت في حاجه في ايد الناس، وقانع كده وفرحان باللي ربنا اداهولي، راضي بقدر، يا سلام الحمد لله بتطلع من قلبي ليه. طب قوم بقى صلي، يا سيدي ياما ناس بتصلي قلبها زبالة، انا كده مبسوط، انا بعبده بقلبي. فهو استشعر نقاء الباطن ولم يتحلى بانوار الشريعه الظاهره، فيبقى راجل اونطجي برضه. وان كان كلامه صح ان هو قلبه نظيف ما بيحبش الشر للناس، عمره ما اذى حد، يسعى في مصالح المسلمين، بيتصدق ويديهم لما طلبوا منه حاجه، لكن لا يجي يصوم ولا يصلي ولا حاجه خالص، ملوش دعوه بالحاجات دي. يقول لك اصل الحاجات دي ثمرتها ان القلب يبقى كده، انا قلبي كده خلاص اعملها ليه بقى؟ اونط لماض. وعلشان كده قالوا ايه؟ قالوا من تحقق زي اخينا ده ولم يتشرع فقد تزندق. دي هي دي عين الزندقه، اللي بيقولوا ده حق يرد باطل، لانه اوقف حكمه الشريعه. فهمت؟ هو كلامه احد يقول لك ده يبقى قاعد بيلعب طاوله وياخد نفس من الشيشه وسامع الاذان وحاطط شريط فيديو في جيبه وجايب كيلو لب عشان بعد الطاوله يروح يسهر طول الليل يتفرج على الفيلم ويأزأز كيلو اللب. يعني غفله ما فيش بعد كده غفله. والاذان ورا الاذان ما بيرتبش الجام. يا فلان تعالى قوم صلي. يا سيدي لو ربنا عايزني اصلي والله هخليني اصلي، انت تريح نفسك روح. كلام صح، وما تشاؤون الا ان يشاء الله، لكن يراد به باطل. يبقى هو بيكلمك بالحقيقه، وما تشاؤون الا ان يشاء الله، بس هو بيقول لك طريقته البلدي. يقول لك ده لو ربنا عايزني اتوب كنت توبت يا ابني، انت بس سيبني 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 الرب بس، هو لما هيعوزني هيناديني. فهمت؟ يتحجج لهذا بحجج حقيقيه، لان فعلا واخد بالك تاب عليهم ليتوبوا، فلازم توبه ربنا الاول. كلام صح، صح من حيث الحقيقه، لكن من حيث الشريعه باطل. وعشان كده من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، بقى زنديق، لانه انكر حكمه الشرع. فهم؟ تروح للثاني الاونطج، يبقى موضب كل القعده وجايب الخمره موضبها تمام التمام وحاططها في العبايه ويخش يصلي بالناس امام، وضوء سليم 100%. ما هو اصل حمل الخمر لا ينقض الوضوء ولا حتى شربها طالما ايه مخه ما دارش.
عارف الشريعة أروبة أروبة، يقول لك لا خدت كاس خمرة كده وأدام ما دورتش كده وما غيرتش وضوئي صحيح، يا دوب اتمضمض وخش صلي بالناس. فهمت ازاي؟ طب وبعدين ربك ما ده كده حرام يا سيدي، معلش ما احنا بعدين نبقى نتوب بقى، مش اشكال، هو ربنا غفور رحيم، بس المهم نصلي نأدي الفرض، الفرض اللي عليه. فباطنه خربان وظاهره عمران بالشريعة، فمن تشرع ولم يتحقق يعني رقب ربه في الباطل، واخد بالك ازاي، فقد تفسق، يعمل الفسق كله والفجر كله يعمله، يقول لك ما ربنا غفور رحيم، انا بس ما تقلقش انا هعمل عمره، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من العمره للعمره كفاره لما بينه، يعق طول السنه ويقول لك انا هعمل عمره بقى، هقعد العشر ايام في رمضان هقعدهم عند الحبيب، يا سلام على قاعده جنب سيدنا رسول الله، ايه الجمال ده، وهو قاعد فين؟ في الخمار. فهمت ازاي؟ يقول لك بس مالكش دعوه، اتفرج عليا في رمضان الجاي هعمل ايه؟ بعمل شغل مفيش بعد كده. وسيدنا رسول الله قال للحج للحج كفار لما بينهم، هبقى حج يا سيدي ما تقلقش، هبقى حج ويعك الدنيا. فهمت ازاي؟ اه يقول لك وتوب كمان، ده الحج ربنا بيكفر بيك الكبائر كمان، ما هو فقيه مكتوب كده في الكتاب والله. يقول لك هيفتح الكتاب اهو، شوف مكتوب ايه؟ الحج يكفر بيه حتى الكبائر، يلا يا جدع النهارده نسهر ليله حمرا. وبعدين نبقى نحج. فهمت ازاي؟ يبقى تشرع، عرف احكام الشريعه، وعرف ان ربنا بيكفر الكبيره بالحاجه الفلانيه، وعرف ان ربنا بيغفر الذنوب جميعا الا الشرك، ويقول لك انا راجل مش مشرك. معلش كلها شويه حاجات كده، الوضوء بينزل مع المعاصي، والجمعه للجمعه كفاره لما بينهما، وربنا غفور رحيم ما يهمكش، يلا بقى النهارده نصلي. يبقى ده تشرع يعني عرف احكام الشريعه، ولم يتحقق يعني بالمراقبه لله عز وجل. ولا فيبقى اسمه ايه؟ تفسق، يعمل الفسق. يعمل الفسق كله والفجر كله. وعلشان كده لما تيجي تدور على فسقة أول هذا القرن كلهم أزهري. اللي نشر الموسيقى في مصر، واللي نشر المزيكا، واللي كان بيلحن الأغاني اللي بترقص عليها الرقصات، كلهم كانوا مشايخ بجبة وفتان حافظين القرآن. صح ولا لأ؟ اقعد كده ارجع كده. يقول لك الشيخ مش عارف مين والشيخ مين، مش عايزين نجيب أسماء علشان ما نغتابش حد. لكن ارجع أنت تجدهم كلهم أزهري. شفت قد ايه؟ لدرجة انا اعرف الشيخ عبد الله الصديق الغماري، الشيخ كان يقول ان في كان راجل ازهري كان بعد ما يخلص دروس ويصلي بالناس يعدي على الخواجه مش عارف ايه، يشتري ربع خمره يسهر طول الليل خيمه، وقبل الفجر يشربه في فنجان قهوه وينزل يصلي بالناس. شوف قد ايه؟ قد ايه الفجر؟ لانه تشرع عارف الشريعه. ولم ايه؟ ولم يتحقق، ما عندوش مقام المراقبه لله عز وجل. فلا الشريعه بدون حقيقه تنفع، ولا الحقيقه بدون شريعه تنفع. لازم كله. لازم ظاهرك وباطنك. لازم الظاهر منور بانوار الاسلام في ظاهرك، وقلبك فيه قمر التوحيد. يبقى نجوم الاسلام اللي هي ايه؟ اللي هي انوار الشريعه الظاهره، وقمر التوحيد اللي هي المراقبه في الداخل، فاذا تقر قمر التوحيد في القلب مع كمال نجوم انوار الاسلام في الظاهر اشرقت شمس المعارف في القلب. فاذا اشرقت شمس المعارف سجد القلب فلا يرفع بعد كده، وعرف القلب فلا يجهل بعد ذلك، والتزم كل شيء. بايه؟ بانه تحقق في الباطن قصدا لله عز وجل، مخافه لله عز وجل، وفي الظاهر متجرعا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشرقت عليه شموس المعارف. فهمت بقى المعاني؟ وعلشان كده لا يكفي انك انت تعرف الفقه بس وتقول لي كده كفايه، مش مهم اقرا انا ايه امراض القلوب وانت قلبك مليان مش مشاكل، ولا مهم تقعد طول عمرك في وسط المجاذيب وتقعد في الموالد يشربوا شيشه وجوزه وشاي تقيل في الخيمه قدام الجامع في المول، ده اصل بيحبها للبيت قوي، والاذان ورا الاذان وهو قاعد مع النسوان، مش بتشوف المناظر دي؟ الاذان لكن ايه؟ لكن بيحب اهل البيت قوي. يا سلام يا سلام على حب اهل البيت، حاجه جميله. طب وفين يا ابني الصلاه؟ وفين البعد عن الاختلاط؟ وفين العك اللي قاعد تعكه في سيجارته لليل ده عشان يفوقك؟ فين البلاوي اللي بتعملها دي كلها؟ لانه لم يتشرع. شويه مجاذيب يقول لك ايه بس ليه كرامات؟ كرامات والله الكرامات دي انا مش عارف كرامات. طب ما الحاوي ليه كرامات؟ روح كده سلك واتفرج على الحاوي
يحط لك مش عارف بتاع كده ويطلع لك منها كتكوت، وبعد شويه يدخل الكتكوت يطلع منديل، وبعد ما يطلع المنديل يطلع سكين، بعد ما يطلع لك سكينه يطلع لك تعبان، وبعد ما حاوي ايه يعني كرامات يا حاوي يعني هنشغله في السر. لكن ما ينفعش، ما ينفعش الحكايه. الدين بتاعنا مش انك انت تبقى حاوي، فهمت المسائل؟ علشان كده لا تطالب ربك بتاخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتاخر ادبك، ظاهري او باطني بقى، شوف انا في الظاهر ايه او في الباطن فيا ايه مشاكل، اللي حاجه بالدعاء مش عايز يقبل، وتبتدي تصلح نفسك، فهمت المعنى؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.